بأن برنامج فخامة رئيس الجمهورية بالنسبة للسكن هو برنامج كبير كثير. اليوم إذا كان حقنا أكبر أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، أريد أن أعطي بعض الأرقام للمشاهد الكريم، أن 30% من هذا البرنامج هو عائد للعموم الإيجاري. الناس يقولوا بأن فيها بزاف سوسيال، ولكن 30% حوالي 30% فقط، 39% يعود للريفي. وهنا أريد أن أؤكد على البرنامج الريفي الذي جاء به فخامة رأس الجمهورية، هو برنامج من أهم البرنامج في سياسة السكن بنفسها، لأن المواطن الريفي لابد علينا كحكومة أن نشجع هذا النوع من السكن لأهميته الاستراتيجية بالنسبة للتوازنات الكبيرة بالنسبة للمجتمع الجزائري وتواجده في مختلف أرجاء الوطن. نعم، شكرا لك.